السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي. النهاردة بإذن الله جايبة لكم طريقة للتخلص من دهون الكرش أو من دهون البطن والأجناب، ممتازة قوي. جايبة لكم مشروب وجايبة لكم كمان إن شاء الله دهان ممتاز قوي هيساعدكم على تخسيس منطقة الكرش والأجناب. لو عندك برضو أرداف أو أماكن في جسمك متفرقة عاوزة تخسسي الأماكن دي بدون ان انت تخسسي الجسم كله، استخدمي الدهان ده ان شاء الله هيجيب معاكي نتائج حلوة جدا. خلال اسبوع بتلاحظي نتائج حلوة جدا جدا. هنستخدم طبعا المشروب مع الدهان. لو انت عاوزة نتائج سريعة خليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله هتستفادوا. كمان المشروب والدهان سهلين جدا، مش هياخدوا منكم اي وقت تحضير، وكمان هيساعدوكم جدا ان الدهون دي تتخلصوا منها بمنتهى السهولة. ما تنسوش حبايبي تضغطوا لايك وشير للفيديو. كل اللي ما بيضغطش لايك يا ريت ينزل يضغط لايك دلوقتي، وكمان يكتب لي رأيه في الفيديو. اي طلبات يا حبايبي اكتبوها لي دايما. اول حاجة انا عاوزاها وهي اساسية معايا في الوصفة هو الملح، ملح الطعام الناعم. طبعا عاوزينه ناعم مش خشن، اي ماركة متوفرة عندك طبعا. الملح حلو جدا في الوصفة دي، بيعمل على اذابة الدهون في اي منطقة انت بتحطي الملح فيها. انا خدت مقدار معلقة كبيرة من الملح، وطبعا انت اللي بتحددي الكمية علشان تنقصيها او تقلليها طبعا، علشان انت لو هتدهنيه على بطنك على منطقة الارداف على البطن بس فبراحتك. تاني مكون معايا هو القرفة او الدارسين، طبعا كلنا عارفينها. هناخد معلقة صغيرة من القرفة، وهنقلب كده كويس. ممكن لو بشرتك حساسة قللي كمية الملح للنص، يعني نص معلقة. لو بتحسي ان بشرتك حساسة قوي قللي كمية الملح شوية، النص يعني نص معلقة كبيرة على معلقة صغيرة من القرفة. كمان هضيف معلقة من الخل، معلقة من الخل كبيرة، خل التفاح. ممكن تضيفي كمان عصير الليمون او الخل الابيض. هبدأ ان انا اقلب كده قبل ما اضيف بقية المكونات بتاعتي. بعد ما بتقلبي كده كويس بتبدأي تضيفي رابع مكون. رابع مكون ده اختياري مش اجباري معاكي، يعني تقدري تختاري بين اكتر من حاجة. ممكن تحط تضيفي فازلين او زيت زيتون او زيت بيبي جونسون او زيت جوز الهند، اللي متوفر عندك استخدميه. انا عطيتكم بدايل علشان تشوفي متوفر عندك ايه في البيت ويبقى الوصفة عليكي مش مكلفاكي حاجة وكله متوفر عندك في البيت. هبدأ ان انا اقلب كده، ضفت معلقة صغيرة من الفازلين. الدهان بتاعي بقى جاهز معايا كده تمام جدا. طبعا تقدري تعملي كمية وتحتفظي بيها عادي، ممكن تقعديها معاكي لمدة اسبوع. بتبدأي تستخدمي الدهان ده ازاي؟ على اي منطقة انت عاوزاها ما عدا منطقة الثدي. الثدي ليه وصفات خاصة يا جماعة، انا عاملة معاكم وصفات لتصغير حجم الثدي هسيب لكم منها في صندوق الوصف. اي منطقة تاني غير الثدي نقدر نستخدم عليها الوصفة دي. هتبدأ ان انت تجيبي فوطة تكون مبلولة مية مايلة للسخونة شوية وعصرها كويس. هتعمليها عملية كمادات على المنطقة اللي فيها دهون، تسيبيها لمدة 5 دقايق، وبعد كده بتشيل الفوطة وتنشفي طبعا مكان المية اللي هي مكان الفوطة، تنشفي كويس وتبدأي تاخدي طبعا من الدهان ده وتدلكي كويس جدا جدا.
منطقة البطن والأجناب، أي منطقة زي ما اتفقنا. المهم التدليك ما يقلش عن 5 دقايق وانتي بتدلكي الدهان بتاعنا أو الكريم بتاعنا ده. وبعد كده بنبدأ ان احنا نحط بلاستيك غذائي او كمان كيس نايلون نلفه ونخليه كده لمدة اقل حاجة 2 لـ3 ساعات، ممكن تنامي بيه يعني تعمليه وتنامي بيه، او تعمليه الصبح وتخليه اقل حاجة 3 ساعتين. ممكن تزودي، كل ما زودتي على فكرة كل ما هتحسي ان في عرق كتير جدا في المنطقة، هتحسي بشوية عايزة ان انت عايزة تهرشي، مفيش اي مشكلة ما تقلقيش خالص. دي القرفة والملح. وزي ما قلت لو بشرتك حساسة خلي نص كمية الملح بس. ان شاء الله دهان ممتاز جدا، هيجيب معاكم نتائج حلوة جدا جدا. عايزة اقول لكم كمان على مشروب حلو قوي هيساعد على انقاص منطقة الكرش وكمان سد الشهية، وهو ماء الزعتر. ماء الزعتر ده بتشتريه من عند اي عطار ومن السوبر ماركات الكبيرة، الجزء اللي هو بتلاقي فيه ماء الزهر وماء الورد بتلاقي ده جنبيهم برضو. ماء الزعتر حلو قوي قوي، بيخفض نسبة الكوليسترول في الدم وكمان بيسد الشهية، بيعمل على إذابة الدهون حلو قوي. بتستخدميه ازاي؟ بتاخدي معلقة واحدة كبيرة من ماء الزعتر على كوباية مية دافية وبتشربيها مرة واحدة في اليوم، ممكن تشربيها الصبح وممكن تشربيها قبل ما تنامي. لو انت عاوزة حاجة مشروب لمنطقة البطن بس، هتستخدمي معلقة صغيرة من الكمون المطحون على كوباية مية دافية قبل ما تنامي. لو انت عاوزة حاجة للكرش وسد الشهية هتستخدمي ماء الزعتر. حابة طبعا ان انا اقول لكم على اكتر من اختيار علشان تقدري تعملي الوصفة وتستفادي منها بإذن الله حبايبي. يا رب تكون الوصفة النهاردة سهلة عليكم وتجربوها، هستنى آرائكم وكمان طلباتكم حبايبي. مش تخسري اي حاجة ان انتي تضغطي لايك وتشيري الفيديو، وكمان لو سمحتي تكتبي لي تم تحت عشان اعرف ان انتي شيرتي الفيديو، ان شاء الله يستفادوا منه جدا. وزي ما قلت دايما اكتبوا لي آرائكم للفيديوهات اللي جاية علشان اعملها بناء عن طلباتكم. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.